مشاهدي لسي تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ملاحم رمضانيه، البرنامج الذي يسلط الضوء على اقوى المباريات التي خاضتها الانديه والمنتخبات الوطنيه خلال شهر رمضان المبارك. معي اليوم في الحلقه ضيف مميز، ضيف قدم الشيء الكثير لكره القدم الوطنيه وخاصه المنتخب الوطني. سعيد اننا نرحب بسي عبد الكريم المشهور لدى الجمهور المغربي بميري كريمو. سي عبد الكريم مرحبا وشكرا على تلبيه الدعوه. مرحبا بياسر، قال لك المستمع الناس اللي كيشوفونا على هذه الحلقه هذه، تنقول لهم مبارك عواشر رمضان كريم بياسر، وحنا الحمد لله انتم مرحبا بكم عندنا في ضرب وعزه في الكلوب ديالنا في اضرب ان شاء الله الحمد لله. سي كريمو، كنعرفوك انك كنتي واحد من صناع ملحمه مونديال 86، وبغينا نهضروا على المقابله الاولى اللي كانت امام المنتخب البولوني، صراحة اللي كان من المنتخبات القوية خلال تلك النسخة. أولا بغينا نعرفوا كيفاش كانت التحضيرات ليها، خصوصا وأن كنعرفوا المشقة ديال التدريب خلال الشهر الفضيل. حنا تفاصون راك تعرف جينا في واحد الوقت واحد الظرفية شوية صعبة، لأن كاين رمضان وكاين الصيف ميم تا، ولكن الحمد لله المغاربة، الحمد لله حنا المغاربة كليكيب ناسيونال عندنا لي زابيتود ديالنا، كنعرفوا بأن كنلعبوا في رمضان، كنلعبوا في السخونية، لأن علاش في الكرة في إفريقيا كنا كنلعبوا مع الجوج مع 12، صعيبة ماشي صعيبة، ولكن الحمد لله الحمد لله الفريق كان مبريبارين، الحمد لله اللاعبين كانوا في المستوى، وميم تو الأجواء كانت مزيانة لأن الفريق معروف من 82 هما كيلعبوا بيناتهم، ولا عندك درنا واحد العمل جبار لأن خدمنا وخدمنا ولعبنا ودرنا التدريب ديالنا والحمد لله. بدينا المقابلة الأولى كونتر بولونيا، كتعرف بولونيا فريق اللي قوي، وميم تو حنا كتعرف كنت في السيليكسيون ديال الأفارقة ديما كاينة الحقرة، ديما الإنسان الصحفي العالمي تيقول لك هادو مغاربه ساهل الامور، ولكن الحمد لله حنا كنا تيقين في راسنا، وكان عندنا فريق، لان ملي كتجي تشوف كيمو بياسير، ولكن راه كاين تيمومي، كاين بودربالا، الحداوي، بوحياوي، خويا مصطفى، التخيري، عندك فريق مكون من 82، الوغ كيفي فرونشمون ما عمرنا ما كنا مخوفين، اوميم تو هضرنا على هاد البولونيا، كنهضروا على راسنا، مي بولونيا كنحترموه علاش؟ عندها بونياك بياسير تنحترموه. غران جوار، عندها ميلارزيك، عندها لعابه في المستوى، ولكن حنا عندنا فريق ديالنا لان حنا كنحترموا وكنقولوا حنا نتاخروا بان عندنا هاد اللعابه، هادشي الناس ما تقدش تعرفها، لان شي حد بعضها تتكون الحقره علاش تقول لك الفريق افريقي ما عندوش الامكانيات بحال الفريق البول، ولكن حنا فريق عندنا من 82 وما بدا، راه ماشي 86، من لجو ميديتراني وحنا غاديين، توصلنا ل 86، لعبنا لا كوب دافريك ديال مصر وجينا لعبنا لا كوب دي مون، صافي دير الفرقه راه تقوات ولات مزيانه، ولا كيلعبوا بيناتهم الحمد لله، هذا باش عطانا النتيجه ديال هذاك المقابله ديال بولونيا اللي هو 0-0. طيب سي عبد الكريم، بغينا نعرفوا اولا قبل ما تبدا المقابله، واش كاينين شي لاعبين اللي اختاروا انهم يصوموا خلال ذلك اليوم؟ بيان سور كاين لاعب، بيان سور كل واحد والامكانيات، بيان سور رمضان الانسان اللي ربي راه كيعطيك القوه، كاين اللي ما ياكل، كاين هذا لان صعيب، ولكن كاين لاعبين الحمد لله اللي صاموا بيان سور، وتيصوموا دابا نيت في الفريق الوطني، وكادي ميم دابا الفروق راه ما ماني وصلاح راه صايمين في لاكوب دوروب، مي هادي من عند الله، مي بيان سور اجواء تتكون رمضانيه، ربي راه كيكون الحمد لله كيكون واحد القوه من عند الله، ولكن سي فري كاين لعابه اللي كيصوموا، سي لوجيك، ما هادي ما تقدش تحيدها لتا واحد. انا براسي في 77 75 مشيت لفرنسا لعبت مع باسيا كونتر باريس سان جيرمان، صايم لعبت معاهم درنا واحد واحد صايم، سي نو تقبلها مني مي سي كوم سا كنت صايم، ولكن في الكره هادي او كونترير هادي ما عند الله، هادي كاع ما نتذكروا عليها، هادي حنا مسلمين كنامنوا بالله، اللي بغى يصوم راه كيصوم بيان سور، والحمد لله ربي راه كيعطيك القوه ديالك وكتلعب ان شاء الله. سي عبد الكريم، قبل ما تبدا المقابله ديال بولونيا، كيفاش كان التحضير النفسي من المدرب الراحل مهدي فاري الله يرحمه؟ هو صراحة فاريا كانوا هذه القضية نيت كانت عنده مزيانة، كانت عنده ديك المذاكرة مع اللاعب مع اللاعبين، أنا كان بون ديك الساعة أنا بارمي لي زونسيان كيهضر معانا، كنذكروا معاه كان جورفان اللي كيترجم ليه، لأن جورفان تيهضر لاجوان ديال فاريا كيهضر بالفرنساوية كيهضر معانا، ولكن التحضير ديالو عقلاني. سكيل كان كي بسيكولوج فراسو، كيخلي اللعابه، كيعرف الاجواء ديالو، علاش؟ لان كان مدرب ديالنا وكان مدرب ديال لي فار ديال الجيش الملكي. هذول عنده دو كاسكيت، تيعرف هنا وتيعرف هنا، تيعرف الكره المغربيه. ولكن الفريق اللعابه اللي كانوا عندنا في الزمان زعما حتى الاحتياطي حتى عم الله ولا الغريسي ولا كانوا حتى هما معنا الحمد لله بالجديه نسخ، ولكن كانت واحد العقليه مزيانه محترفه،
لان كانت فريق قوي، ولكن المدرب كان تيلعب الدور ديالو، فريق كيلعب الدور ديالو، يهضر مع هذا يهضر مع هذا، وكان عندنا واحد النشاط كبير بيناتنا صراحه، كان عندنا نشاط كبير في هذيك مونتيغي في المكسيك، كانت عندنا اجواء فرانشومون عائليه، وبقينا عائليه دايره ما نكذبش عليك 380 وحنا الحمد لله كعائله. كيف ما قلتي يا سي عبد الكريم، واجهته المنتخب البولوني يمكن في اوج العطاء ديالو بالنجم الاول ديالو بونياك اللي كان في جيفونتيس الايطالي، يعني صراحه ما كانش هناك تخوف قبل ما تلعبوا المواجهه؟ لا صراحه لا، ما بدا اولا الفريق الوطني اللي لعبت معنا من 82 حتى 88 ما كان تخوفوا حتى شي واحد، علاش؟ لان عندنا قال لك الفريق اللي مكون والحمد لله، وعنده هذاك في لا مونتاليتي ديالو باش مع الخصم يشوفوا بيان سور، عرف تعرفوا خطه، خدنا الخطه ديالهم الامكانيات ديالهم، ولكن باش التخوف لا، لان التخوف كونترير خصك تكون الا كنتي مبريباري ما تخافش، ولكن كنحترموا الخصم بونيا كنعرفوه كجيفانتيش ميلارجيك غارديان كرون غارديان لان باسي ابري، ولكن اللي عندك الكره حنا كنقولوا كنخدموا على علينا حنا كيفاش غنلعبوا مع هذاك الفريق الخصم، زعما كنا مبريباري راسنا، ولكن باش نتكلموا عليه نتكلموا عليه لا بس نورمال تنهضروا على اش عندهم هذا وذاك، ولكن الخوف التخوف ما عمره ما كان، دايما الفريق الوطني ديال اللي لعبت معاه ما عمري ما شفتهم التخوف، لان الفريق الوطني عنده تجربه، لان هاد كل اللعابه اللي كاين عندهم ليكسبيريونس وتيلعبوا قد لي كرون جوار، الوغ علاش التخوف؟ اوكونتيغ كنا محمسين، حنا ذاك النهار باغي نربحوا، جاب الله ذاك الماتشين، ولكن راه ماتشين كبير بالنسبه للفريق الوطني مع بولونيا اللي هما عندهم هما براسهم كانوا ما ناشطينش، لان داروا التعادل معنا اول مقابله. بكل صراحه سي عبد الكريم، واش التعادل السلبي صفر لمثله مهد لكم انكم تخوضوا باقي المقابلات بكل اريحيه وبواحد العزيمه كبيره باش تاهلوا للدور المقبل؟ وي البرومي ماتش ديال الكره دان زان جروب بحال اون كوب دي مون اون كوب دافريك، اللهم تبدا بالماتشين ولا تربح ولا تخسر، خمم دابا كون خسرنا خصنا عاوتاني نهضروا نلعبوا مع لونجلتير ماتش صعيب، ولكن 0-0 عطانا بعدا الكثير، ولاو تيشوفوا لنا واحد النظره اخرى، لان الفرق الاخرى اللي غنلعبوا معاهم من الصحافه اللي هضرت على المغرب في الاول ما تعرفوا والو هادو ما غيديروا والو، ولكن ربحتي ما درتي ماتشي مع بولونيا سخنا في واحد المقابله كبيره درنا وكنربحوهم، ولكن ما عطاتش، ولكن عطاتنا واحد الحفزه المقابله ديال لونجلتير اللي درنا فيها تاهي 0-0، اسكي في الحمد لله المقابله الاولى هي اللي صعبه، هي اللي صعبه والحمد لله ربي يسر ودرنا ماتشين 0-0. طيب سي عبد الكريم، بالنسبه للمباراه ديال بولونيا وكنعرفوا ان من بعد جات المقابله ديال انجلترا، المقابله ديال انجلترا اللي حتى هو صراحه كان من المرشحين انهم يفوزوا باللقب ديال المونديال. بيان سور كانت لي نيكير كانت. كان تحضير المقابله فيها؟ عطلي لا، حيت الفريق هذا فريق تعرفوه، كان عطلي اللي كيلعب في موناكو، كان لي نيكير، كانوا لي كرون جوار ديال لانجلتير، يفوا ديال لافريتي، ما عندناش واحد، زعما بالنسبه لهم هما ساهله الامور، ساهله لهم الامور صراحه، لعبنا في واحد السخونيه صعيبه ديال 37-38. اللي عطاتنا حنا بعدا كمان ان افونتاج، ولكن هما الفريق ديال لانجلتير ما فهموش، لان واحد 0-0 كبير درنا معاهم فرنسا، هذا واحد 0-0 كبير مع فريق اللي كبير لعابه في المستوى في لانجلتير في الشامبيون ليغ اللي كيلعبوا لي شامبيونز ليغ، لان لي نيكير افاسانتر اللي عندك كي غدير، ولكن الا جيتي تشوف الفريق ديالنا كنا واحدنا واحد القوه، كانت واحد القوه في هذا الفريق، لان فرانشمون ان 0-0 مع لانجلتير عاده ولات للصحافه، ايوا هادو شكون هما كيفاش عاده ولاو كيجيو عندنا ولاو تخدم على ليزانترفيو ولاو باغينا، لان في الاول ما يمكنش، لان النتيجه ديال بولونيا داكور، ولكن ملي دير لانجلتير دير 0-0 مع الدوزيام مان 0-0 هاد الفرقه ما كتخسرش ما كيتماركاش عليها تتلعب، بون هادو من الاشياء اللي تقريبا اللي انا تنقول في الفريق الوطني اللي ما عشتو معاهم حاجه اكسبسيونيل، اوريتمون اكسبسيونيل داكشي اللي شفت معاهم فرونشمون. سي كريمو، من بعد جات المقابله الحارقه امام المنتخب البرتغالي اللي كان بطل اوروبا بالمناسبه واحد قبل من التظاهره ديال كاس العالم بالنجم ديالو فوتري اللي كان صراحه من اللاعبين الكبار اللي مروا في الكره، كرون نمره 10 وكرون افونسونتر يسابيل غوميز اللي كان هو معاهم في الكرون جوار اللي افونسونتر اللي معروف حتى هو، ولكن فوتري عندك الحق كان في الاوج ديالو، لان ابري سي لاتليتيكو دو مدريد سي لي كرون فوتبول. نعم، واش كنتي كتظنوا صراحه كلاعبين انكم غتفوق عليهم بتلك الحصه العريضه، وخصوصا انك انت سجلتي الهدف الثالث في المقابله؟ ولكن هذاك النهار ما لعبناش في مونتيري، لعبنا في غوادالاخارا، غوادالاخارا سي بحال قلتي مشينا لعبنا في افران، لعبنا في لالتيتود، هذاك لالتيتود شنو هو؟ مع عند الله، ما كاينش الشمس، كاينه عشتة واحد الشتاء مع عند الله، ولا عندك ذاك الماتش بورتوغال هما براسهم
هما تيتسناونا يديروا معنا ماتشين، علاش؟ باسكو سالي جارونج باش يدوزوا. ولكن حنا فرانشمون الفريق بورتوغال مع هو البورتوغال وداكشي تلعب في الفريق دخلنا راك شتي دخلنا جوج بيو ديال خيري كيما تذكروش كاع لا روبريز دو فولي اللي ما عمري ما شفتها بحال هكا بري ماركا الاول ماركا الثاني ماركا الثالث فرانش هذاك النهار ما نكذبش عليك والله تجي البرازيل شي البرازيل لعبات معنا والله ما تربحنا هذاك النهار ديالنا لان في لوطيل في لومبيونس الناس كلها مزيانه ارتحنا الحمد لله ارتحنا في لوطيل كانت معنا داير الفريق الاسباني مع بوتراجينيو كان معنا في لوطيل واحد لومبيونس ولكن الفريق من دخل الملعب ما كاينش المذاكره حيت خير بينا العلامات لان يعني البيت الاول علامات لانه هو كوشي وماركا بيت بالدروات هي تعرف الكره ما تفهم عاد ضرب هذاك البيت الثاني البيت الثاني صافي قلنا واقيلا هذا هو النهار ديالنا ولكن هما كانوا عادي الحسابات لان كان عندهم مشاكلهم ولكن هما تيقولوا راه غادي يرجعوا يلعبوا معنا غادي يديروا لنا ماتشين غيدوزوا ولكن ما خليناش لهم لان ملي ماركيت صافي الماتش تسالى سدينا الماتش واخا ماركاو البيت صافي سدينا اليوم لان ربحناهم ولكن هذا الشيء هذه لا فيكتوار كنظن عمل كبير اللي دار واحد باش دوز البريمير تور ديال واحد البلد افريقي مغربي يدوز البريمير تور الحمد لله كانت واحد الحاجه كبيره والحمد لله فرحوا بها الشعب المغربي راك شتي في العالم ولا سيدنا راه افتخروا بهذيك المقابله اللي درنا مع البرتغال اللي كتبقى في الذاكره داير. طيب ملي ربحتوا المقابله ديال البرتغال اصطدمتوا بالمنتخب الالماني العتيد اللي وصل النهائي ضد تلك النسخه بالنجم ديالو الاول كارل هانز رومينيغي. ايوا هذا كيفاش تلقيتوا القرعه ملي نو كونتير ربي عطانا مقابله كنت المان قد عطينا مقابله كونتر فريق المكسيك ولا فرنسا ولا هذا عطانا المقابله كونتر الالمان افتخرا نلعب مع رومينيغي نلعب مع بريغيل نلعب مع ماتاوس في الاوج ديالهم الكبير وكونتير ما عندنا وما عندنا حتى شي مشكل علاش ما عندنا حتى مشكل حنا مغرب لاعبين مع الالمان ربحوهم يربحونا وكونتير حنا اللي ربحناهم راه شي حاجه كبيره اللي ربحونا ما كاينش مشكل لان لعبنا مع فريق اللي دار فيناليست ديال لاكوب دي موند اظن ما عندناش ما كاينش تخوف وكونتير لعبنا معهم مقابله كبيره وكان الزاكي في الصموم ديالو لان حبس كواري كبار ديالهم كان صد واحد الكره خطيره بيان سور ديال كارلوس ولكن حنا براسنا كانت عندنا كرات اللي نقدو ندو وميم الكفر راك شتي كاين شويه ديال الزهر تا هما عندهم باسكو ميتايوس كيضرب الكفرات كاين شي حويجات ما تمركزناش عليهم ولكن الحمد لله 1-0 خرجنا من باب كبير باب كبير في المكسيك الحمد لله والحمد لله هذا هو الجزاء ديالنا هو درنا لي ماتش اللي فو سون ديفيت افيك اون ديفيت كونتر الالمان بون انا كنظن بالنسبه سي بوزيتيف الحمد لله وربحنا فريق سكريمو شنو الانطباعات اللي خرجتي بها من النسخه ديال 1986 لا فريق وكونتير متنا المغرب متنا افريقيا متنا البلد ما حشمناش الله بدينا فرانشمون سيدنا كان معنا في المقابلات سيدنا الله يرحمه كان معنا في المقابلات كلهم هذا هو توا واحد حوايج اللي جميله كان المذاكره وهذا الحمد لله الدخول ديال المغرب دخلنا من سويسرا جينا للمغرب في ستاد دونور الحمد لله ديفونسون واحد 100,000 100,000 بيرسون في التيران اللي كانت في التيران وجاو استقبلونا ما نساوش الخير ديالهم لان فرانشمون كانوا معنا وفرحوا فرحنا المغاربه وفرحنا المغاربه ولكن هذاك هذا الشيء اللي درنا راه تيقول لك الانسان هذه عمل ديالنا وبيان سور واجب علينا باش نعرفوا الكره المغربيه في الساحه ديال المكسيك لان في المكسيك راه كتعرف العلاقات كانت ماشي هي هذيك والحمد لله متنا المغرب في المكسيك وهذه هذا هو اللي ربح ديالنا هو هذا ان جوار بروفيسيونيل لعب لي كوب دي موند الحمد لله هذا تيفتخر بها لان لعبت لا كوب دي موند سي عبد الكريم الحديث معك كان شيق ما سقيناش بك الصراحه هذه شكرا ورمضان كريم نخلي لك كلمه اخيره توجهها للجمهور المغربي في شهر رمضان الجمهور المغربي كنقول له بيان سور ربكم عواشركم الحمد لله الله يعطيكم الصحه والعافيه تهلاو في راسكم تهلاو في عائلتكم في ولادكم الرياضه كذلك الانسان خصو يدير الرياضه الدراري خصو يدير الرياضه الحمد لله الحمد لله المغرب الحمد لله احنا غاديين في هذه الاجواء ديال الكوفيد كنتمنوا من الله بيان سور الناس الله الشفاء للناس اللي مسك المرض ونحضوا راسنا لان باقي الفيروس باقي خصنا المغاربه يعرفوا بان راه كاين الفيروس وكنتمنى من الله بان قال لك المغرب يمشي في الطريق الصحيح والحمد لله وقلت لك برك عواشر سيرتو برك عواشر في هذا رمضان كريم شكرا نكتفي مشاهدي لوسيد تي في بهذا القدر والى حلقه اخرى ومع ضيف اخر